هاني 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 عالمي. هاني هو هاني ما بتفتحش نفسه ولا في كاس العالم ولا ايه؟ هاني ومعلول ومعلول عالمي. وان تو ده شغل، ده المعلق الاسباني طبعا. يعني انت تحس ان هو على غير، بيقول على غير متوقع ان الاهلي بيتقدم عن طريق محمد هاني. لا الحقيقه كوره في الملعب بتتلعب، انت عندك خمس ست فرص تقدر تجيب اجوال، هم عندهم فرصه او اتنين من خارج ال 18، واحده يمكن من جوه اللي طلعها علي لطفي. علي لطفي والباقي كله مناورات. أيوة أيوة. الباقي كله انت كمان يعني مفاجئنا بال. طب انا زي الاسباني ده، معنا لقطه تانية بس المكسيكي بقى. نشوف ده المكسيكي هتلاقيه بيبكت، اللي كان موجود في الاستاد امبارح ده هتلاقيه بيبكت. تعالوا نشوف معلق مونتري على المباراه رد فعله ايه بعد فوز النادي الاهلي. تعالوا نشوف. Esto en serio a toda la afición que con mucho esfuerzo hizo el viaje, a los que en su casa están evitando hacer muchas cosas y nos está regalando esto. En serio, Monterrey, ¿qué les pasa? A la afición tan noble que hizo el viaje a Abu Dhabi, a la gente que está conectándose, que está poniendo color, que está lanzando una porra para que estos jugadores en la cancha nos estén demostrando esto. Javier Aguirre, por dignidad renuncia, por dignidad renuncia, pon en la mesa tu renuncia. No mereces mal estar en el Club de Fútbol Monterrey. Una vergüenza lo de Rayados, en serio. Estoy muy molesto. Se acabó el partido. Es un fracaso total. Es un fracaso total. Lo siento, afición. Lo siento. Me siento indignado, la verdad. Yo no puedo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. هو يعني الموضوع طبعا مش محتاج ترجمه، يعني بتهيألي البادي لانجوج كفايه جدا جدا عشان تعرفوا ان السوشيال ميديا بتاعتنا رحمه. لا احنا مكاتبين الترجمه تحت، بس هو الراجل يعني مش محتاجين حتى نقرا. الراجل خرج، كان يعني خرج من هدومه زي ما بيقولوا. كل طبعا هجومه على في المقام الاول خافيير أجيري، مطالبته ليه بالرحيل، وهجوم كبير على اللاعبين، وقال لهم انتوا خذلتوا جماهيركم، الملايين اللي بتتابعكم ورا الشاشات، والجماهير اللي جت وراكم من المكسيك عشان تتابعكم في بطولة كأس العالم وتابعتكم من المدرجات. وده طبعا رد فعل يعني ليه يعني هو الجماهير بالمناسبة سابت سوفينير كده لأجري على على الرصيف كده قدام الفندق. تبص يعني أربع ست سبع ست كراتين بيض، وطبعا ارحل عنا يا أجري كان شعار الصورة اللي حطوها على صدمة كبيرة بيتهيألي طبعا ليه. أنا بس دول أبطال يعني، ده بطل المكسيك يعني كويس يعني، راجل انجز وعمل بطوله انك تخسر بطل قاره بطل كونكاكاف ده. طيب يعني دي فرقه مش سهله يعني، تلقاها في تاريخه في كاس العالم انديه على ايد فريق عربي او افريقي. لا ما فريق مش سهل انك انت تخسر مباراه، سهل جدا وانك تكسب بطوله، هو ده اللي صعب. انك انت تخسر مباراه ده سهل جدا، انك انت تعرفش اعداداتك، السفر، الشكل اللي بيحصل اليومين دول مواكب ليه الملعب الاجواء ولا مش مواكب. هو جاي من جو شكله عامل ازاي، حار على حار ولا برد، جاي ما بيتاقلمش لسه. انما هو الحقيقه ان كان في 11 راجل في الملعب في اول حقيقي. في الملعب بيجروا وواثقين في نفسهم وبيستلموا كوره ومش شايبين الموقف، وهم اللي رايحين عايزين يعملوا كونتر اتاك ويروحوا بسرعه وعايزين يجيبوا جوان. لا هقول لك على حاجه، المدرب باللعيبه بالمؤسسه كلها 10 على 10. الاعداد ده النفسي ده بالظروف اللي انت بتواكب فيها دي كله العلامه الكامله. الاهداف اللي راحت منك ادتك ثقه جميله جدا انت موجود في الملعب، وتحزن اكتر انها بتروح، لان في البطولات دي مع بالميراس مش عايزينها تروح بعد كده، بس عرفت انك انت بتروح على ال 18، بتروح على الناحيه الثانيه، مستحضر اللعب بتاعك العادي، في ميكس يعني ميرج كده بين الولاد الصغيرين مع الولاد الخبره يعني، مع عامله حاله ارتكاز وحاله كويسه مطمنني يعني. انه احساس ضايقني جدا امبارح، يعني انا بقول دايما انه والله يا كابتن شريف مش قدام الكاميرا بس، انا بقول الكلام ده على طول، انه اي فريق بيمثل بلدي، اي فريق مصري بيلعب في اي بطوله خارجيه انا ببقى بشجعه وبقف ظهره. بيضايقني جدا وبيقلمني جدا لما الاهلي يبقى بيمثل مصر وبيمثل افريقيا بطولة كاس العالم، واحس ان في ناس متربصه وناس مترصده وناس مستنيه انه الاهلي يقع. وهيفضلوا مستنيينك في الماتش الجاي كمان، وهيفضلوا قدام، اصل دي طبيعه بشر. ف والانجازات اللي انت بتعملها وربنا بيقف معاك فيها عشان انت في طريقك سليم، بتبص لنفسك بس ما بتبصش لحد،
ما مش واخد بالك. تعرف ان في ناس خلاص بقى تعودنا على كل اللي انت بتقوله. في ناس ربطت قبل سفر البعثه بين عدم ترقص كابتن محمود الخطيب للبعثه وسفر الاهلي بدون نص فرقته للبطوله. قالت لك انه يعني راجل كابتن محمود الخطيب استحاله يفوت حدث زي ده. كابتن حسن حمدي موجود، قيمه وقامه وكل من يعمل في المؤسسه كان موجود للحاله التسويقيه، للحاله الوجوديه، لرفع اسم نادي الاهلي في الوطن العربي وفي العالم كله. فكل ده عشان كده ربنا بيكرمك يعني. شاف شغله الراجل وبيشوف حياته وعلى طول عنده يعني مستر موسيماني مواكب مع المؤسسه الشكل اللي هو يخليك دايما تكسب. طيب